الإسبانية وبالتحديد في مباراة الجولة 32 موسم 2019 2020 الدوري الإسباني. إسبانيول صاحب المركز هيوسع فارق النقاط إلى فارق نقطتين وعوّل الريال على نادي برشلونة في إطار اللقاءات 17. حقق انتصار في مباراة من جانب الصيني ولي كرة عرضية الحماس وممكن هدف مبكر هنا لكن كرة بتضيع فرصة كبيرة جدا من جانب اللاعب كروس وإسكو في المقدمة بنزيما واللاعب من الفرصة الخطيرة وارتطام الكرة في كارفاخال بعد ما متبقي بخلاف هذه الرقم 11 في المقدمة. ريال مدريد اللي بيدخل بتشكيل الناديين 20 فوز لريال مدريد 3 في الدور الأول فاران وبنزيما في لقاء كان شهد لي الصيني خطير ولي ضغط جامد وضغط قوي ولوفيتي في مباراة اليوم عن المباراة تل القمة وينفرد بالقمة ويبقى عنده فارق نقطتين ويصل خو البيلدا وأنجولو مع فالنسيا على الخطورة 23 والجولة 28 وأيضا كان برازيلي اللي بيعود أمامنا هو كاسيميرو صاحب اللقب التاسع عنده مباراة دولية وحيدة كانت أمام مقدونيا في 2000 والكرة اللي كانت أيضا لدردن وارتطمت في كارفاخال ثم ارتطمت في دردن وادي أمامنا هنا فاول وخطأ لصالح اللاعب إسكو. هذه إسكو الكرة العالية أمامنا هنا وتقدم فران ودي أمامنا كاسيميرو يا أوه على الكرة لكن راموس صاحب الأرقام القياسية فرصة كبيرة كرة قنبلة من كاسيميرو ترتطم في رأس راموس 8 أهداف في هذا الموسم يحطم رقمه اللي كان 7 أهداف في موسم 2006 حققت لريال مدريد في اللقاءات بعد كده بقى شفنا كاسيميرو اللي غير ده صعب يعني زي ما قلنا واحد لا شيء في 2000 وميسي طبعا على صدارة الهدافين وإن كان اللي بيز عليه يسعى أمامنا هنا اللقب الليجا تزيدها من جانب ودي أمامنا الكرة من جانب إيسكو المهارة التنويع لنا من وولفز الإنجليزي في طبعا لقاء دور 32 على طول كرة رأسية ضايعة شوف أمامنا هنا الكرات الثابتة وللمرة اللي أمامنا هو كاسيميرو اللي كان نادي إسبانيول وبعد كده طبعا لما احتاجوا له بقى مع إقالة أبيلاردو نجم البارسا ونجم خيخون ونجم ألاباس بعد ما خاركي اللي كان توفي في طبعا في الجانب اليمين كارباخال فالفيردي لكن المرة دي الإسبانية بخلاف 13 هدف في بداية الموسم الحالي أمامنا الكرات العالية بداية كده في أول 5-6 دقائق سلام كريم بنزيما يا ولد عالمي الكعب يا كلمني على كعب بنزيما كلمني على استخدام العقب أمامنا هنا في هذه اللقطة من كريم بنزيما وبعدين